مساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من برنامج السادسه. عندنا كلام كتير قوي في حلقه النهارده عن فريق النادي الاهلي، عن كرة العالميه زي ما عودنا حضراتكم، ولكن خلينا نبدا بان احنا نفتكر البطل في ذكرى رحيل ثابت البطل ال16 اللي توفى 14 فبراير 2005. وخليني افتكر مع حضراتكم كده يمكن مسيرته شويه. كابتن ثابت البطل اتولد في 16 سبتمبر عام 53 ولعب بفريق شركه السكر بالحوامديه قبل ما ينتقل للنادي الاهلي. معروف عنه الحزم، معروف عنه الصرامه خاصه في المناصب الاداريه، ولكن مع ذلك كان بيتمتع بشعبيه كبيره جدا بين اعضاء ولاعبي وجماهير النادي الاهلي. كابتن ثابت البطل عاصر يعني سته اجيال بالنادي الاهلي اللي لعب له من عام 74 لحد عام 91، وكان من ابرز النجوم اللي لعب معاهم كابتن ثابت البطل طبعا الاسطوره كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى يونس، والاسطوره كابتن مصطفى عبده وغيرهم. وتولى منصب مدير الكره بالنادي الاهلي كمان وعدد من الانديه المصريه والعربيه، وكان من انجح من شغلوا هذا المنصب. كمان هو طبعا أحد أشهر حراس المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الأهلي بعد ما اقترن اسمه بكتير جدا من الإنجازات كحارس مرمى ومدير للكرة بالقلعة الحمراء بعد اعتزاله عام 91. لكن الحقيقة أنه مرض السرطان فضل يطرده لحد ما فارق دنيانا فجر يوم الاثنين 14 فبراير عام 2005 بالقاهرة متأثرا بهذا المرض اللعين، ودفن في الحوامدية مسقط رأسه بجنوب القاهرة. بنتمنى ربنا يا رب دايما يرحمه وندعي له بالرحمة في الجنة إن شاء الله. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير سارة ومساء الخير كل متابعينا. الحقيقة يمكن ثابت البطل قيمة وقامة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. مشوار حياة من أول يوم انضم فيه للنادي الأهلي لغاية يوم وفاته، وهو الحقيقة كان في خدمة كيان النادي الأهلي العظيم. شخصية يمكن كانت معروفة أنها شخصية قوية جدا. وخدوا بال حضراتكم يمكن منصب مدير الكرة في النادي الأهلي منصب في غاية الخطورة وشديد الأهمية وشديد الحساسية في نفس الوقت. عشان تكون شخص ناجح في الموقع ده في تركيبة كده معينة، أعتقد أنه ثابت البطل كان أفضل من يمثلها. أسماء كبيرة جدا تولت المنصب ده، كابتن طارق سليم، منهم طبعا كابتن ثابت البطل اللي بنفتكره النهارده وبنحيي ذكراه، كابتن سيد عبد الحفيظ. تتغير عليهم اجهزه فنيه كتير جدا وتغير عليهم مديرين فنيين كتير جدا، ولكن يبقوا هم في منصبهم لان هم الحقيقه فاهمين طبيعه المنصب ومدى كابتن حسن حمدي طبعا وزير الدفاع في فتره من الفترات. عشان كده الحقيقه مهم جدا نقول ازاي تتعامل مع كتيبه نجوم. الاهلي دايما فريق بيضم عدد كبير جدا من النجوم، ازاي تكون حريص في المقام الاول والاخير على قياده الفريق بدون عواصف، ازاي تتخطى المطبات الصعبه، ازاي تسهر كتيبه النجوم دي في بوتقه واحده، بوتقه النادي الاهلي، ازاي يكون الفريق هو النجم، ازاي تتعامل معاهم وتطبق سياسه الثواب والعقاب، وازاي يكون اهم من ده كله في تقبل او في قبول من النجوم دول لاسلوب ادارتك. ثابت البطل كان صاحب تجربه اكتر من رائعه، انجازاته مع النادي الاهلي جوه المستطيل وبره المستطيل اعتقد صعب جدا جدا انها تتكرر مره ثانيه. يمكن احنا استعرضنا مع حضراتكم جزء من بطولاته، واحنا بنتكلم على رصيد كبير من البطولات، 25 بطولة حققها ثابت البطل مع النادي الأهلي بس، بطولات محلية بطولات قارية، ده غير مشواره طبعا وإسهاماته مع منتخب مصر. النهاردة بنفتكر ثابت البطل واحد من أهم وأنجح أبطال النادي الأهلي. تقرير ونرجع لحضراتكم. تحل اليوم الأحد الذكرى 16 لرحيل ثابت البطل أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية وأحد أفضل مديري الكرة في تاريخ القلعة الحمراء. ولد ثابت البطل في 16 سبتمبر عام 1953 ولعب لفريق شركة السكر بالحوامدية مسقط رأسه قبل انتقاله للأهلي عام 1972 قبل أن يكمل عامه العشرين عن طريق كشاف اللاعبين الشهير عبد البقال. ثابت البطل الذي حقق الكثير من الإنجازات للقلعة الحمراء
بداية من مشاركته عام 1974 حتى عام 1991، وصلت لتحقيقه 23 بطولة محلية وإفريقية. وخلال فترة توليه إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 6 سنوات على فترتين من 1995 وحتى عام 2000 مع أكثر من مدرب، والأخرى من 2004 مع مانويل جوزي حتى وفاته في فبراير عام 2005 مع مانويل جوزي، حقق مع الأهلي 11 بطولة محلية وعربية. كما تولى ثابت البطل منصب مدير الكرة بنادي الاتحاد الليبي، وكان من أنجح من شغلوا هذا المنصب في الكرة الليبية، إلا أنه عندما تلقى طلبا من الراحل صالح سليم بالعودة لمصر لإنقاذ الأهلي من تعثره كروية، ورغبة الكابتن صالح في وجوده كمدير للكرة لفرض حالة من السيطرة على الفريق وبناء جيل جديد للقلعة الحمراء، لم يتأخر ثابت البطل وضحى بالفارق الكبير بين راتبه في ليبيا ومصر، وأصر على العودة لقيادة سفينة المارد الأحمر إدارية، مؤكدا للجميع أنه عائد لبيته ولا ينظر لأي فارق مادي. ومع منتخب مصر حقق ثابت البطل بطولة أمم إفريقيا عام 1986 بعد تخطي الكاميرون في النهائي، وكذلك قاد المنتخب للفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية في نيروبي عام 1987 على حساب كينيا، وتأهل مع منتخب مصر لأولمبياد موسكو ولوس أنجلوس، كما شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990، وكان كابتن المنتخب الفعلي في المونديال. عرف ثابت البطل بالحزم والصرامة خاصة في المناصب الإدارية التي تولاها في مصر وليبيا، ولكنه مع ذلك كان يتمتع بشعبية عريضة بين أعضاء ولاعبي وجماهير النادي الأهلي الذين وصفوه بالأب الروحي. عاصر ثابت البطل 6 أجيال بالنادي الأهلي، وكان من أبرز النجوم الذين لعب إلى جوارهم محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وإكرامي وطاهر أبو زيد وربيع ياسين وعلاء ميهوب وأحمد شبير وغيرهم من النجوم. شهدت مسيرة ثابت البطل الكروية منافسة قوية وشريفة مع كل من إكرامي وأحمد شبير، استطاع خلالها البطل المشاركة في حراسة عرين المارد الأحمر سنوات عديدة ليخلد اسمه في سجل الحراس الأعظم في مصر وإفريقيا. ثابت البطل المخلص في عمله، لا تنسى جماهير النادي الأهلي موقفه الأسطوري بعد إصراره على حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موسم 2005، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية قبل وفاته بيوم بملعب الكلية الحربية ومشاهدتها بالملعب، وأصر على التواجد وقام بتغطية نفسه ببطانية أحضرها معه من فندق الإقامة بعد شعوره بالبرد من شدة المرض، رافضا محاولات الجميع إثناءه عن حضور اللقاء، إلا أن عشقه للأهلي وحرصه على أداء عمله حتى في أحلك الظروف جعله يصر على حضور المباراة الهامة لفريقه، ليتوفى ثابت البطل بعد المباراة بساعات في فجر الاثنين 14 فبراير 2005 في القاهرة، متأثرا بمرض سرطان البنكرياس الذي عانى منه كثيرا في صمت، ولم يكن يعلم الكثيرون حقيقة مرضه بسبب ثباته وقوته. يعني الحقيقة طبعا بعد ما برحب بحضراتكم مرة تانية في السادسة، مهم جدا نقف مع اللوحة اليافطة اللي شالها جماهير النادي الأهلي في المدرجات وكتبوا عليها ثابت البطل في القلب. في آخر لحظات حياته كان عنده إصرار شديد جدا أنه يواصل مهام عمله، أنه يكون موجود ويؤدي دوره في الملعب، رغم وحضراتكم عارفين قسوة المرض قد إيه بتبقى شديدة جدا، لدرجة أنه ساعات بعد وجوده في ملعب الكلية الحربية توفي إلى رحمة الله. مفيش حد أخلص ومفيش حد انتمى ومفيش حد إدى حياته وعمره للكيان وما كانش أبدا محل تقدير،
وبالمناسبة الحقيقة واحنا بنتكلم على نموذج الحقيقة ومثالي يحتذى به زي كابتن ثابت البطل ربنا يرحمه، خليني أقول إنه النادي الأهلي مش مدين لحد بأي حاجة، مفيش حد إدى النادي الأهلي حاجة وما خدش قدها أضعاف مضاعفة، ما خدش من وراها مادة، ما خدش من وراها شهرة وحب جماهير، ما خدش من وراها تاريخ وإنجازات وبطولات. عشان كده دايما إذا كان في حد مديون يبقى أي حد انتمى لهذا الكيان، لكن الكيان عمره الحقيقة ما أثر في حق حد. هيكون معانا على التليفون كابتن وائل رياض، طبعا نجم من نجوم النادي الأهلي سابقا طبعا وحاليا طبعا مدرب المنتخب الأولمبي. كابتن وائل مساء الخير وأهلا بيك معانا في السادسة. مساء النور، أهلا بيك. يعني كابتن وائل، انت ارتبطت بثابت البطل يعني جوه النادي الاهلي وبره النادي الاهلي، او جوه الملعب وبره الملعب، واعتقد يمكن في كتير من المواقف وكتير من الذكريات اللي جمعتك طبعا بكابتن ثابت البطل ربنا يرحمه. طيب، هو في البدايه طبعا يعني الذكرى ال 16 لرحيل كابتن ثابت البطل يعني اهم مدير كوره جه في تاريخ مصر، وطبعا حارس النادي الاهلي، حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى المنتخب الوطني، وتاريخ كبير جدا طبعا بالانجازات وحافل بكل حاجه محترمه بحكم وبفضل المواقف بتاعته وكل فيعني انت اول موقف جمعك بكابتن ثابت البطل، اول مره يعني يحصل تعارف بينك وبين كابتن ثابت البطل، كان ايه الموقف يا كابتن وائل؟ لا، ما فيش موقف. انا كنت لاعب في النادي الاهلي وتم تصعيدي للفريق الاول، وهو اول واحد قابلنا كمدير كوره في الفريق، وعمل معانا اجتماع وقال لي حب خيفو، واحنا كلنا ثقه في اللعيبه اللي بتطلع من الصعيد. كنت بتسمع ايه عن كابتن ثابت قبل ما تتصعد فريق اول؟ كان ايه انطباعك عن شخصيه ثابت البطل قبل ما تطلع فريق الاول؟ شخصيه ما بتهزرش خالص، شخصيه جد طول الوقت، كل الكلام ده كان دي الانطباعات اللي بنسمعها عن كابتن ثابت، لدرجه ان احنا كنا يعني بدايه تصعيدنا انا وحسام غالي وحسام حسني، لما كنا بنشوف كابتن ثابت كنا بنروح من اتجاه اخر يعني شايفين هو جاي من اول الطرقه، احنا نلف نخش الغرفه ما هو يعدي بعد كده عشان ما يحصلش اي احتكاك يعني. ده في الاول قبل ما نعرفه بشكل قوي. الصوره دي اتغيرت بعد ما بقى في تواصل يعني مباشر بينك وبينه كتير جدا. طبعا شخصيه فيها كل الكلام اللي سمعناه، انما شخصيه جدعه جدا، شخصيه فيها صفه الرجوله بطريقه مش طبيعيه، يقف جنب اللعيبه الصغيره واللعيبه الكبيره، يجيب حق اللعيب الصغير حتى لو من ادخن لعيب او من كابتن الفريق ما عندوش مشكله خالص، فراجل بيدي الحق للاصحاب. ف لا، كابتن ثابت للامانه يعني من الناس اللي لما تذكر اسمها في الوسط كل الناس بتقول او بتجمع على صفه واحده فيها، وهي يقول لك كان راجل. واعتقد صفه الرجوله دلوقتي، يمكن انا كتبت الكلام ده برضو عندي على الفيسبوك، صفه الرجوله دلوقتي بقت للاسف بقت قليله جدا في الوسط بتاعنا، مسؤولين كتير بيتنصلوا من كلامهم، مواقف ممكن حد يرجع في كلمته، تلاقي البني ادم الواحد ثلاث اربع كلمات متناقضه في مواقف مختلفه، انما هو كان دايما ثابت على موقفه، كان دايما يعني بطل في قراراته، فاعتقد يعني لا. لو تفتكر معانا كابتن وائل اكتر حاجه قالها لك واثرت في حياتك، اكتر موقف وضحت فيه شخصيه كابتن ثابت البطل معاك انت شخصيا؟ لا، معايا شخصيا ما عنديش موقف محدد يعني، او حتى مش بالضروره يكون حصل معاك، لكن ممكن يكون حصل قدامك. لا، خلينا نقول ان كابتن ثابت البطل اللي عايز يتعرف على شخصيه ومبادئ وقيم النادي الاهلي كان يعرف ثابت البطل. ما كانش محتاج كتالوج او ان انت تعيش كتير في النادي الاهلي عشان تعرف النادي الاهلي بتتعامل جواه ازاي او بتعمل ايه جوه النادي الاهلي. تتعامل مع ثابت البطل لمده موسم وانت هتعرف النادي الاهلي ده بيفكر ازاي. ثابت البطل هو النادي الاهلي، النادي الاهلي هو ثابت البطل، شخصية ثابت البطل هي شخصية النادي الاهلي. للامانة انا بقولها بمنتهى الامانة، رحيل ثابت البطل، ويمكن احنا بعد 16 سنة اهو، رحيل ثابت البطل الخسارة الحقيقية، الخسارة الحقيقية لحد في كرة القدم في مصر. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن وائل رياض. هيكون معانا واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي، طبعا كابتن علاء قناة النادي الاهلي، كابتن نجم الاهلي السابق، وطبعا نجم الاستوديو التحليلي في قناه الاهلي، ودايما بتشرف انك بتكون معايا يا كابتن. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير ساره، ومساء الخير يا احمد كالعاده، ان شاء الله خير منورين.
ربنا يخليك يا كابتن. 16 سنة يمكن عدت على ذكرى وفاة كابتن ثابت البطل، ولكن سيرته لسه معانا يعني كل الوفاء والإخلاص، كأنه لسه معانا يا كابتن. بص يا سارة، أحلى حاجة في يعني في الحياة عامة الواحد بعد ما يتوفاها الله ويسيب الدنيا دي كلها تبقى سيرته حلوة. دي أحلى حاجة في الدنيا الواحد بيتمناها، لما بعد ما كلنا هنسيب الدنيا، لكن في ناس كده ما بتسيب الدنيا بتبقى ذكرها حلو قوي، تحس ان هي عايشه معاك. الاسطوره اللي بنحيي ذكرها النهارده واحد من الناس دي. انا كنت بسمع الوقت مداخله وائل رياض مع احمد، يمكن وائل بيتكلم على فتره عاش مع كابتن ثابت في النادي. لا، انا عايش مع كابتن ثابت ان هو عمر. عمر انتوا من الحوامديه زي بعض يا كابتن؟ يا ساره، احنا بلديات. وكابتن ثابت طول عمري بشوفه، يعني انا طبعا كنت صغير طول عمري بشوف كابتن ثابت لما راح النادي الاهلي وبدا اسمه يتعرف وكده. طبعا ده نادي فكره السكر، ده نادي بقى اللي كان بيجمعنا كلنا. بس طبعا متطور وحاجه جميله جدا كانت زمان كده. لكن من الحاجات الحلوه قوي حتى يعني ده الملعب ده، وما تغيرش الملعب على فكره، الملعب ده اللي شاف كل حاجه ثابت وانا كمان كنا بنلعب الملعب ده كتير جدا، ياما لعبنا وياما ناس طلعت كويسه قوي من الحمديه في المكان ده. وطبعا الحمديه انا بعشق 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 الحمديه يعني بجد يعني، واهلها وكل حاجه، واحلى الذكريات فيها مع الحمديه. جامعتكم يعني انتوا عشرة عمر كابتن علاء. انا يمكن ما حلفنيش الحظ وشفت كابتن ثابت كتير في الملعب، شفته يمكن اكتر وقربت من شخصيته اكتر كمدير كرة للنادي الاهلي. لكن انت بالتاكيد مع رحله والمشوار الطويل مع النادي الاهلي بالتاكيد في مواقف كتيره جدا، في حاجات كتير جدا تظهر معدن الشخص اللي انت بتتعامل معاه، وبالتاكيد انت تقدر تكلمنا اكتر عن الانسان يمكن ثابت البطل. بص يا احمد، انا كنت بقول لك كابتن ثابت انا اعرفه زمان جدا من الحمديه. اولا هو العيله كلها، عيله البطل عندنا في الحمديه من العائلات اللي ليها اسم، وعيله كلها عيله محترمه جدا، ودايما بتطلع يعني ناس مش 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 رجاله، مش اي رجاله، رجاله عارف كلمه الراجل معنى كلمه الراجل. كابتن ثابت واحد من الناس دي. كابتن ثابت انا بقول لك انا زمان لما كنت بلعب في الشارع كده وكنت بشوفه معدي، مش عايز اقول لك ببقى فرحان قد ايه قبل ما اروح النادي الاهلي ولا خالص يا احمد. كنت فرحان جدا ومبسوط جدا انا شفت كابتن ثابت معدي مثلا بعربيته، كان عنده عربيه فولكس كده زمان، كنت فرحان جدا. دارت الايام ورحت النادي، هو يعني هو ما كانش يعرف ان انا موجود في النادي الاهلي غير يعني في الناشئين. فلما عرف، مش عايز اقول لك يعني كان قد ايه هو كان فرحان وقد ايه كان مبسوط قوي، حس ان انا يعني اخوه يعني اخ موجود في النادي. ودارت الايام ووشل بسرعه، ودايما على فكره في حاجه دايما كان يا احمد بيتابعني والله من غير ما اعرف. في التمرينات كنا دايما بنتمرن كلنا على ملعب واحد، فاحنا كنا يعني كان فريق اول ما يتمرن احنا كنا بنتفرج على الفريق اول. طبعا عارف اساطير يعني كلهم، مش عايز اقول مش عايز انسى اسامي حاجه تخض يعني، اللي هو انا من فرحتي والله يا احمد لما كلنا كنا في نفس المبنى بتاع الناس ده بكل اوض اللبس هناك. عايز اقول لك انا لما كنت مثلا ببقى ماشي من الطرقه واشوف كابتن خطيب، كابتن ثابت، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، بروح احكي لاصحابي بقول لهم النهارده انا عديت من جنب كابتن مصطفى يونس، النهارده عديت من كابتن خطيب، يعني عارف الفرحه دي؟ طبعا طبعا مفهوم. ايام وعدت وبقيت مع الناس دي الحمد لله. هل في مواقف معينه يا كابتن مش بتنساها الكابتن ثابت البطل حصلت مع حضرتك؟ مره يا ساره وانا عندي 14 سنه، كان كابتن مفتي ابراهيم ربنا يمسيه بالخير كان هو المدرب بتاعنا، وانا كنت لسه يعني كان جسمي لسه قصير شويه يعني سيبوكم الوقت يعني فاضي كويس، وما كنتش بلعب بصفه اساسيه. فانا ما كنتش عارف الموضوع ده غير لما كابتن مفتي ولا حكى لي، قال لي علاء كابتن ثابت جه واتكلم معايا عشانك انت، وقال له لو في حاجه علاء مقصر فيها قول لي. علاء ده يعني ده اخويا الصغير، وفعلا كلامه يا احمد والله يا ساره كان كلامه بالنسبه لي اخ كبير. كان دايما لما طلعت فريق اول كان دايما انا ما كانش لسه عندي عربيه ولا حاجه. لما يبقى رايح الحمديه يقول لي علاء انت بتروح كابتن،
مشوار بقى من نادي للحمديه يا احمد. عارف لما واحد يحسسك انت فين بالظبط وانت ربنا انعم عليك بحاجه اوعى تفرط فيها. عارف كلام يا احمد من القلب، الاخ الكبير، كلام طالع من القلب يوصل للقلب. تحس انه بجد شايل همك وبجد باصص على مستقبلك وبجد خايف عليك. بالظبط بالظبط. وكان دايما لما يشوفني مش موضوع مجامله يعني، مش كلمتين كده خالص. ودايما لما كان دايما كان عينه عليا سبحان الله على طول، في دايما كان عينه عليا على طول سبحان الله في مستوياته. لما احس ان انا تعبان داي في حاجه كان يجيب لي اول واحد على طول. عارف انت لما تحس ان انت في فريق اخواتك كلهم حواليك فعلا، دي حقيقه، بس في اخ تحس ان هو يعني شال همك اللي هو عايزك على طول. احنا اتعودنا حتى من شكله ومن مظهره انه شخصيه في منتهى الجديه، يعني حتى لما الزملاء كنا يعني بيكتبوا حتى المقدمه عن كابتن ثابت البطل كاتبين لفظ شديد الصرامه. يعني قلت لهم حتى يا جماعه الراجل الحقيقه يمكن كان عنده مواصفات القائد بس كان انسان جدا، وكل اللي اتعامل معاه من قريب كان دايما بيشكر في اخلاق وفي طيب. يعني ناس كثيره جدا اتكلمت على طيبه ثابت البطل رغم انه كان راجل شديد وحازم جدا وما يعرفش في الحق يعني اي حد، لكنه كان طيب جدا. شخصيته معاكم انتوا، يعني انتوا يمكن الجيل اللي لعب معاه ولا قرب منه في النادي الاهلي يقدر اكتر يقدم شخصيه ثابت البطل غير الشخصيه اللي احنا كنا بنشوفها كلاعب كره او مدير كره في النادي الاهلي. بص يا احمد، كل اللي انت قلته ده جميل، وهي دي فعلا صفات كابتن ثابت. كابتن ثابت جت عليه فتره كنا احنا همنا كله وكل مشاكلنا كابتن ثابت بيحلها لنا. جت فتره يمكن الموضوع ده يعرفه ضيا ومحمود صالح المجموعه بتاعتي دي، كنا مسمينه الزعيم مع الاحترام الكامل للاستاذ عادل امام، كنا فعلا مسمينه الزعيم. عارف انت لما تحس ان انت في فرقه لما بيحصل حاجه تلاقي حد متصدر لك كده بيجيب لك كل حقوقك. سيبك ده بقى في الحته العمليه، عايز اقول لك ان هو دمه مش خفيف، من اخف يعني من اخف اللعيبه اللي كانت موجوده معانا، وعلى صرامته كده وحزمه. لكن لما كان بيقعد معانا الاعداد بتاعتنا انا دايما عارف من الحظ الحلو كانت اللعيبه الكبيره بيبقى لهم اعداد مع نفسهم لوحدهم طبعا. يعني بس كنت انا بقعد معاهم يعني سبحان الله. كان دي كانت حاجه حلوه انا كنت بحبها جدا، وكنت يعني حاجه ميزه انك تقعد معاهم. لا عايز اقول لك خفه الدم مش طبيعيه. حبيبه قوي كمان كان مصطفى عبده. الاثنين ما بيبطلوش ضحك وهزار لما كنا بنقعد بقى في السفريات وكده. وبعدين في ميزه كابتن ثابت، عارف انت انضف من النظافه. نضيف بطريقه يا احمد حاجه مش طبيعيه. بجد والله يعني مش قصدي يعني. لا حاجه زياده، كل حاجه لازم تلاقيها نظيفه قوي، وكل حاجه مرتبه قوي، وكل حاجه عارف اللي هي ما فيش غلطه. وبعدين كما يحب يعمل اكل ولا حاجه في السفريات تحس ان انت بتاكل اكل كده، اكل حلو قوي، اكل بيتي. اكل لا تحس ان واحد عارف احمد لما تلاقي في راجل بيدي كل حاجه. ايوه ولا وشخصيه كل على فكره كل اللي انت بتقوله ده كله بيصب في سياق واحد وهو الانضباط. واضح انه كان شخص منضبط جدا في حياته، عشان كده نجح انه يطبق الانضباط ده، وده كان واحد من اهم اسباب نجاحه سواء في الملعب مع النادي الاهلي طبعا كواحد من اشهر الحراس اللي حرسوا مرمى النادي الاهلي او منتخب مصر، او حتى في المنصب اللي تولاه كمدير للكره بالنادي الاهلي. هو من انجح مدير الكره اللي حقيقي موجودين في النادي الاهلي يا احمد. سيبك ان هو في حراسه المرمى اسطوره. كابتن ثابت البطل من حراس المرمى، عارف اللي هو ما بيحبش اولا ما كانش بتاع منظر ولا بتاع شو ولا حاجه خالص. يعني عارف انت ايه، حتى في الماتش، حتى في الكوره نفسها، يعني يدي اللعبه على قد حقها بالظبط، ولا عارف انت يحب يطير ولا يعمل مناظر ولا حاجه خالص. حاجه راقيه جدا وحاجه هاديه جدا. ولا يعني عارف يا احمد انت عارف اما توصف تقول الراجل بمعنى الكلمه في كل حاجه بجد والله. حتى لما كان يزعق معاك او يقصى عليك كنت بتاخد الموضوع بصدر رحب قوي، عشان عارف ان هو عايزك كويس. هو مش بيتكلم عشان هو كابتن فرقه ولا كابتن ثابت البطل ولا عشان هو، لا هو عايزك كويس. ده عايز اقول لك ده كابتن ثابت يعني عارف كان عارف واحد بيديك رساله كده يعني ايه انك تتربى في النادي الاهلي بس. واحنا النهارده بنفتكره وبنحيي ذكرى رحيله عشان نقدم نموذج للاجيال اللي جايه، نموذج وقيمه وقدوه. انه احمد والله حقيقي نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف اكتر من ثابت البطل، ناس بتحب الاهلي بهذا القدر وهذا الكم ومخلصه ليه ومنتميه ليه تدي له لغايه اخر لحظه في حياتها. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا بصوتك ونتمنى تشرفنا بحضورك معانا كابتن علاء ميهوب في السادسه.
طيب نروح معانا كابتن شطة على التليفون. طبعا برحب بحضرتك يا كابتن، والحقيقه كان مهم جدا تكون معانا واحنا بنحيي ذكرى كابتن ثابت البطل، وبنتكلم عنه عن قد ايه كان حارس مرمى كبير جدا من افضل حراس المرمى، وكمان افضل من شغل منصب مدير الكره بمصر بشكل عام. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك كابتن شطه. يعني واحنا بنتكلم على ثابت البطل، بالتاكيد قيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي، مشوار طويل جدا سواء جوه الملعب أو بره الملعب، وبالتأكيد في ذكرى رحيله لـ 16، حضرتك تحب تقول لجماهير النادي الأهلي حتى اللي ما شافتش ثابت البطل أو ما حضرتوش في الملعب، تكلمهم عن ثابت وعن قيمة ثابت البطل للنادي الأهلي؟ أنا حقيقة أنا محظوظ إن أنا عشت معاه طول السنين دي، دخلنا النادي سوا وجاي من الحمدية وأنا كنت جاي من السودان، عشت معاه برضه فترات طويله جدا في مرحلته لما كان مدير كوره، لما انا كنت ماسك قطاع ناشئين معاه، وزمان حقيقه 20 سنه انا كنت ماسك قطاع ناشئين وكان متواجد معانا في اداره الكوره، انا فريق اول طبعا، واشتغل قطاع ناشئين شويه برضه معانا حقيقه مدير قطاع ناشئين. انا بتكلم بس على ثابت انه كان حقيقه كان شخصيه فريده، يعني احنا طبعا واحنا كنا يعني بنهزر، وتلاقينا في وقتها نخرج من الملعب ونهزر كده، تلاقيه دايما هو بيهزر كل حاجه، بس تلاقيه دايما هو يعني جاد في طريقته وفي حياته، مش جديه ده اللي تخليه يعني يبقى انسان غير ودود وكده، لا جديه انه يعني يا جماعه ما نهزرش يعني، واللي بيهزر بعد كده تلاقيه بقى ايه يعني دايما بيكون يعني شديد في التعامل. هو ما فيش تعارض بين الاثنين، يعني ما فيش ما يمنع انك انت تكون جد وقت الجد. صحيح. كانت شخصيه صعبه في التعامل معاه بصرف النظر عن روحه او اسلوب التعامل معاه، خصوصا انه يمكن كان معروف، يعني الانطباع الاول اللي تاخده عن شخصيه زي ثابت البطل قبل ما تعرفه او قبل ما تقرب منه انه صعب المراس، شخص صعب انك تتعامل معاه. هل ده كان حقيقي؟ تعاملاتك انت او المواقف اللي حضرتك تحضرها الكابتن ثابت البطل او تفتكرها النهارده كابتن شطه؟ انا طبعا انا قلت لك عشت معاه السنين دي كلها، انا عشت معاه يكاد يكون فتره اللعب مثلا حوالي 10 سنين، وبعدين 20 سنه في اداره الكوره حقيقه قبل ما ينتقل الى جوار ربه. حقيقه انا قلت لك انا تعاملت معاه يعني، وبعدين انا كنت قريب جدا للعيله يعني. يعني حتى لما كنا بنخرج مع بعض يعني ونحاول مثلا سفريات، تلاقيني دايما مثلا يعني بس بكون قريب ليه يعني، لان احنا برضه مش عايز اقول صعايده زي بعض او يعني، هو عشان من 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 من, من الحمديه وانا من السودان، كانت علاقاتنا مع بعض علاقات برضه فيها وما فيهاش في الهزار، وانا حقيقه تمام كل حاجه، لان انا عاصرت من كان حسن حمدي يعني اعتزل، وتعاملت مع ثابت لما كان مدير الكره وانا مدرب، فدي كل الحاجات دي كلها يعني. طيب واضح ان في مشكله في الاتصال. بنشكرك طبعا كابتن شطه، طبعا نجم النادي الاهلي واحد المسؤولين على اكاديميه الكره. هنتواصل مع حضراتكم طبعا في السادسه، وهنتكلم يمكن الوقت خدنا شويه ما قلناش اهم اخبار النهارده، بس خلينا نروح لفاصل وهنرجع لحضراتكم بكل التفاصيل. برحب بحضراتكم مره ثانيه، واكيد كلنا تابعنا تتويج نادي بايرن ميونخ ببطوله كاس العالم للانديه، والحقيقه انه الفريق على المستوى الاوروبي على مستوى العالم مقدم يعني موسم ولا اروع، محقق السداسيه التاريخيه لاول مره في تاريخه، قدر ان هو يفوز بكل الألقاب يمكن اللي كان بينافس عليها، وبيبدأ موسم جديد بيتألق فيه بشكل كبير. هنتكلم أكتر عن بايرن ميونخ وعن تتويجه بطلا لكاس العالم للأندية مع الصحفي بمجلة كيكر جورج هولتسنر. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. تحياتي لكم، شكرا، وتحياتي لكم من مدينة ميونخ في ألمانيا، سعيد بوجودي معكم. احنا كمان سعداء بوجودك معنا، وفي البداية حابين نعرف أصداء تتويج فريق بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية على حساب تيجرس المكسيكي في ألمانيا. بالتأكيد
حظى الأمر البطولة وتتويج الفريق البافاري بأهمية كبيرة، فهو لقب مهم جدا، يكتبون التاريخ كما يقال، كما فعل الفريق الأسباني برشلونة في 2009، حققوا أيضا السداسية، فعلها الفريق البافاري هذا العام وحقق السداسية، فهو إنجاز تاريخي، إنجاز كبير للفريق البافاري، حظى بأهمية كبيرة وأصداء كبرى في الصحافة في ألمانيا بالتأكيد. إزاي الجماهير شافت ده، جماهير النادي البافاري، يعني شايفين نجاح كتيبة المدرب هانز فليك في تحقيق السداسية التاريخية لأول مرة في تاريخهم، علشان يكونوا تاني فريق أوروبي يحقق الرقم القياسي ده في عدد الألقاب بموسم واحد زي برشلونة الأسباني؟ وهل بيتوقعوا الجماهير مواصلة تألق بايرن ميونخ في الموسم الجديد؟ بالتأكيد الجماهير، جماهير النادي البافاري، كانوا في غاية السعادة بنجاح الكتيبة مع هانز فليك بكل تأكيد. دعني أشرح لك أن هناك ألقاب كثيرة فعلا تحظى بأهمية كبرى في أوروبا، ليس فقط كأس العالم للأندية، ولكنه هو حدث تاريخي يضاف إلى البطولات التي حققها الفريق البافاري هذا العام. الجماهير في غاية السعادة بكل تأكيد، هذا اللقب وجده جماهير البافاري مهم جدا وفي غاية الأهمية لتحقيق السداسية. كما ذكرت الفريق البافاري استطاع ذلك بكل تأكيد، كما فعل الفريق الأسباني برشلونة من قبل. أما إذا كان من وجهة نظري سوف يدافع الفريق البافاري عن هذا اللقب هذا العام، قد أعتقد من وجهة نظري هناك منافسة كبيرة، منافسة قوية هذا العام. أعتقد أن الفريق البافاري سوف يكون في كامل الاستعداد لذلك، وكان قد حظى بأهمية وفرحة غارمة من جماهير البافاري بالفعل. طيب أكيد لازم أسألك، إزاي تابعت مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية؟ إزاي شفت الماتش ده فنيا؟ إزاي الصحافة الألمانية شافت اللي قدمه بطل أفريقيا قدام بطل أوروبا في اللقاء ده؟ بكل تأكيد تابعت بنفسي اللقاء العظيم القوي، وحظى بأهمية كبرى في ألمانيا، وتابعه الكثير في ألمانيا والصحافة والإعلام. الفريق البافاري كان مسيطر على اللقاء، دعني أشرح لك ذلك، وكانت السيادة للفريق البافاري في أرضية الميدان، ولكن الفريق المصري بطل أفريقيا أدى أداء رائع وأتعب وأنهك الفريق البافاري في أرضية الملعب. من وجهة نظري ومن وجهة نظر نظرنا في ألمانيا والصحافة الألمانية، لابد علينا أن نعترف بذلك مدى قوة الفريق المصري بطل أفريقيا وما قدمه في هذا اللقاء. هل شايف أن بايرن ميونخ بقيادة مدربه المميز طبعا هانز فليك، يعني بقى أقوى فريق في أوروبا والمرشح الأول أن هو يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي؟ بالنسبة لي الفريق البافاري هو الأقوى، أقوى مرشح للفوز باللقب هذا العام، ولكن أعتقد هناك منافسة قوية. عندما نرى اللقاءات على سبيل المثال أتلتيكو مدريد وهناك فرق قوية، الفريق البافاري يعلم ويعرف جيدا أهمية البطولة وقوة المنافسين. لابد من الاعتراف بأن البطولة
هذه الشامبيونز ليج تحظى باهميه او الاهميه الكبرى. اعتقد سوف يعاني الفريق البافاري، ولكن هناك منافسه قويه وهو المرشح الابرز من وجهه نظري للفوز. مين اقوى الانديه اللي شايفها ممكن تكون بتنافس بايرن ميونخ على لقب الشامبيونز ليج؟ مين المنافسين الاقوياء الموسم ده من وجهه نظرك؟ من وجهة نظري عندما ننظر إلى الفرق، بيب جوارديولا مع مان سيتي هم المرشح. عندما نرى النتائج في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة، 13 مباراة بلا هزيمة، مان سيتي هو الأقوى، برشلونة، ريال مدريد أعتقد أيضا ليسوا على هذا المستوى، ولكن بكل تأكيد هم فرق قوية وقد ينافسون. المان سيتي هو الأبرز، هو المرشح الأقوى مع بايرن ميونخ من وجهة نظري. المنافسة كبيرة، ولكن الأقرب والأبرز هو مان سيتي من وجهة نظري. بايرن ميونخ يعني عاد متوجا لبلاده خلاص، بيستعد لاستئناف مبارياته في الدوري الألماني بكرة. هل بتتوقع أن هانز فليك يجري تغييرات على تشكيلة الفريق لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين، خصوصا في ظل معاناة البعض منهم من الإرهاق طبعا؟ بكل تأكيد فعلا بعض اللاعبين مرهقين تماما بسبب البطولة كأس العالم للأندية والسفر والعودة. جنابري مصاب، وجوريتسكا ومارتينيز، توماس مولر أيضا بسبب إصابة بفيروس كورونا. أعتقد سوف يحظى الفريق بغيابات كثيرة، وأعتقد أن المباراة غدا هي مباراة في أرض في ملعب البايرن ميونخ، والفريق هو واحد من الثلاثة في آخر الجدول. هناك يوم واحد للاستعداد لهذه المواجهة غدا. أعتقد أن الفريق البافاري سوف يكون في كامل الاستعداد من وجهة نظري، وسوف يفوز بهذه المواجهة. أعتقد هانز فليك سوف يقوم بعمل بعض التغييرات في التشكيلة بالفعل. بايرن ميونخ يمكن أعلن النهاردة تعاقده مع صفقة جديدة، وهو المدافع أوباميكانو، بعد صراع مع مانشستر سيتي على الصفقة دي. عايز أعرف شايف قد إيه هيستفيد بايرن ميونخ من الصفقة دي ومن اللاعب ده الفترة اللي جاية؟ بكل تأكيد في الأسابيع الماضية كان هناك محادثات ومفاوضات وكلام كثير عن ضم أوباميكانو، وفعلا كما ذكرت حضرتك بعد صراع طويل قام اللاعب بالتعاقد مع الفريق البافاري، يمتد عقده حتى 2026. سوف يعتمد عليه هانز فليك والفريق البافاري بشكل كبير لتعويض وتغطية اللاعب ألابا في خط الدفاع. أوباميكانو يحظى بإمكانيات، لديه إمكانيات كبيرة، لعيب سريع، لعيب قوي، وسوف يقوم بحل بعض المشاكل في خط الدفاع. وما تركه وما خلفه ألابا من وجهة نظري هو لاعب عظيم مهم. بكل تأكيد سوف يكون إضافة قوية للفريق البافاري، ومن وجهة نظري أرى أن أوباميكانو سوف يتأقلم بسرعة كبيرة مع اللاعبين، وهو الأفضل من وجهة نظري أيضا لهذا المكان في خط الدفاع مع الفريق البافاري. بشكرك جدا الصحفي بمجلة كيكر جورج هولسنار، كنت معانا على شاشة قناة الأهلي. بشكر حضراتكم على المتابعة. بعد الفاصل كابتن ماهر همام مع أحمد سمير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة يمكن يكون عنوان الحوار النهاردة في السادسة عن ضريبة البطولات والإنجاز. هي البطولات والإنجاز ليهم ضريبة؟ طبعا ليهم ضريبة، ومنها الحقيقة الضريبة اللي بيدفعها النادي الأهلي دلوقتي. خدوا بال حضراتكم، انتوا قدام فريق في خلال 4 شهور حقق 3 بطولات، يضاف ليهم إنجاز
عالمي وهو الحصول على البرونزية في كأس العالم للأندية، وده ضربته قبل ما تبتدي تفتح صفحة بطولة جديدة وبطولة قوية جدا وبطولة صعبة جدا، وهي المفضلة بالنسبة لجماهير نادي الأهلي، هي بطولة دوري الأبطال، هتبتدي إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي بلقاء الأهلي مع المريخ. مطلوب من حضرتك إنك تحضر لاعبتك وتحضر فرقتك عشان تبتدي مشوار بطولة جديد، وهم لسه راجعين في مرحلة فرحة، في حالة نشوة بإنجاز البرونزية في كأس العالم للأندية، وفي مجهود بدني رهيب بذل في ثلاث مباريات من على أعلى مستوى، بداية من الدحيل، بايرن ميونخ، بالميراس، في خلال أسبوع واحد. إزاي تجهز وإزاي تحضر وإزاي تبتدي وإزاي تخلق حافز، ده كله الحقيقة تحدي كبير جدا قدام الجهاز الفني لنادي الأهلي، وده اللي هناخد فيه رأي واحد من نجوم النادي الأهلي طبعا كابتن ماهر همام، ضيفنا النهاردة في السادسة. مساء الخير يا كابتن ماهر، أهلا وسهلا بحضرتك، نورنا دايما وبنسعد دايما بوجود حضرتك معانا. الله يكرمك، ربنا يكرمك. قبل ما ادخل في الكوره وقبل ما ادخل في التحديات، انا بس يعني احنا النهارده كنا افتكرنا في بدايه الحلقه كابتن ثابت البطل ربنا يرحمه، واحد من النجوم الحقيقه والاساطير في تاريخ النادي الاهلي، وانا اعتقد ان في فتره كبيره جدا قضيتها مع كابتن ثابت وقربت منه واحتكيت بيه. تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي عن ثابت البطل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السنه 16 على رحيل كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ثابت البطل، يعني ربنا يصبر اسرته طبعا. الحاجه الثانيه طبعا بنحيي طبعا الكابتن محمود الخطيب ان هو بيطمن على اسره الكابتن ثابت البطل ويعني ويعزيهم للسنه 16. ده يمكن بيجي من خلال العشره اللي احنا تواجدنا فيها كجيل السبعينات، حته الاخوه وحته الصله وحته الرحم اللي بيننا وبين بعض. الحمد لله يعني الناس مش ناسيه ثابت البطل. يعني عايز اعرف بس جمهور النادي الاهلي او افكر جمهور النادي الاهلي بثابت البطل. ثابت البطل اللاعب حارس المرمى اللي هو اكرامي كانوا سد منيع بشكل كبير جدا لجيل السبعينات. ثابت البطل كان له انجازات مع النادي الاهلي من خلال الدوري وكاس مصر 25 بطوله 25 بطوله مع النادي الاهلي. ثابت البطل اللاعب اللي فضل يحرس مرمى النادي الاهلي فترات طويله ومرمى منتخب مصر. ثابت البطل الاداري من افضل الاداريين النجوم في تاريخ النادي الاهلي في مكان مدير الكره، حقق مع النادي الاهلي حوالي يمكن 6 سنوات بردك بطولات كثيره جدا. يعني انا كان ليا الشرف ان انا اكون من ضمن الناس اللي عشرت ثابت البطل كلاعب وفي نفس الوقت كاداري كمدير كوره، وانا كنت من ضمن الجهاز الفني اللي موجود في خلال 6 سنوات من 95 ل 2000 2001 مع مستر هولمان ومستر سوبل الاثنين الالمان. فعايز اقول لك كمان يا احمد ان ثابت البطل من حبه في النادي الاهلي واخلاصه للنادي الاهلي مات في الملعب. يعني دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتوري لك عشق لعيبه النادي الاهلي وعشق ما تاخرش ابدا عن النادي. يعني لا في اي لحظه في كده في اوقات معينه، انا كنت بتكلم امبارح على المصلحه وان المصلحه دايما بتحكم ومن حق اي حد يدور على مصلحته، سواء في انه يكتب تاريخ لنفسه او انه يحقق مكاسب او انه يحقق شهره او انه يوصل لمنصب معين بيحلم بيه، وده حق طبيعي مكفول. لكن ثابت من الناس اللي كنت دايما تحس انه بيقدم مصلحه الاهلي على مصلحته، ولو حصل تعارض بين مصلحته ومصلحه النادي الاهلي يختار مصلحه النادي الاهلي حتى لو على حساب مصلحته. بالظبط، وده من النادر شويه يا كابتن ماهر. طبعا لكن هو عشقه للنادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي واخلاصه للنادي الاهلي ورجوليه ثابت البطل ابن الحوامديه المحترم الراجل الصعيدي الجدع معانا كابتن علاء ميهوب، يعني ولاد الحوامديه هما الاثنين، وكان برضو في بينهم ومن بعض رصيد كبير جدا. كابتن ثابت على حد كابتن كلام كابتن علاء بيقول كان زي اخوه الكبير الحقيقه، وكان بيرعاه دايما يعني. وفي قرابه كمان بينهم ومن بعض يعني. فانا عايز اقول لك ان من ضمن المديرين المحترمين اللي الواحد اشتغل معاهم كمدير كوره كابتن ثابت البطل، وقبليه بقى كابتن حسن حمدي. أيوه. برضك من ضمن الحاجات المحترمه اللي احنا قدرنا نستفاد منها بشكل كبير جدا. فثابت البطل لو هنفضل نتكلم عليه عايز حلقات يا احمد بصراحه. صحيح، ومن الناس اللي خلقت خريطه لمنهجيه عمل مدير الكره في مصر. بيتهيألي انه الاجيال الجديده اللي طالعه عارفه يعني ايه مدير كره او نموذج مدير الكره من خلال المشوار بتاع كابتن ثابت البطل، اللي بتصور انه كان واحد من انجح مشاوير اللي خدها مدير الكره في النادي الاهلي. وده اللي بيحصل التواصل اللي بينه الاجيال وبيننا. أيوه. وبين بعض. والنهارده يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ بيعتبر بردك من انجح مديرين الكوره اللي اشتغلوا في هذا المكان. كنت بقول ان المنصب ده مظلوم جماهيريا. يعني ناس كثيره جدا
يعني بتشيء طبعا، واكيد طبعا ليهم دور مهم جدا ورئيسي جدا ما حدش بيقلل منه، المديرين الفنيين في النادي الاهلي، لكن ما حدش يمكن بيحس باهميه وخطوره وصعوبه منصب مدير الكره، خصوصا لما تكون بتتكلم على نادي زي النادي الاهلي بيضم الكوكبه الكبيره جدا من النجوم، مطلوب منك انك انت تتاكد على الانضباط وعلى الالتزام، وانه النجم الفريق ما فيش نجم اوحد مهما كان اسم النجم ايه، وانه كل ده لابد ان هو يكون لخدمه الفريق، وانه النجم هو فرقه النادي الاهلي في النهايه. دي معادله صعبه جدا، جداً مش جداً كتير عنده القدره ان هو لا مهمه شقه طبعاً. ازاي هتتعامل مع 25 نجم موجودين كلاعيبه، ازاي هتتعامل على مع الاستاف الاداري اللي موجود معاك، ازاي هتتعامل مع مدير الكوره قصدي المدير الفني اللي موجود معاك، وبعدين كمان حلقه الوصل اللي بينك وبين مجلس الاداره، فانت كمان يعني الراجل اللي بتوصل لمجلس الاداره كل اللي موجود اداريا وفنيا، فمهمه شقه. وبعدين كمان احنا طول عمرنا اتعودنا ان مدير الكره ده موجود في النادي 24 ساعه يعني 24 ساعه مقيم في النادي الاهلي، يعني سايب بيته بقى واولاده وكل مشاغله اللي ممكن تتخيلها، ففي احتراف في الجزئيه دي بشكل كبير يعني مش اللعيبه بس، المحترفين، المدرب محترف ومدير الكره ده من زمان يعني من ايام الكابتن صالح سليم الله يرحمه، هو كان مدير كره كمان من انجح مديرين كره صحيح اللي جم في تاريخ النادي الاهلي يعني. طيب خليني اتكلم معاك وابتدي قبل ما ادخل في اللي جاي، عايز بس تعليق من حضرتك على اللي فات، لانه اللي فات كان مميز جدا ومبهر جدا، بتكلم على الاداء والنتائج والمكاسب اللي حققها النادي الاهلي من المشاركه في كاس العالم للانديه، ازاي بتشوف اهم المكاسب دي كابتن ماهر؟ بص يا احمد، مشقه كبيره جدا جدا في بطوله كاس العالم للانديه، يعني عانى منها بقى مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين والاداري والطبي ثم جمهور النادي الاهلي. فالنهارده الجانب الاداري المكمل للجانب الفني قطع شوط كبير جدا في نجاح هذه المهمه، سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي الناس اللي راحت ووضبت المعسكر ووضبت الصالات الاجتماعات الملاعب الاجتماعات اللي قبل البطوله، فكان في شق اداري بصراحه، واحنا الحمد لله رب العالمين يعني زي ما قلت لك محترفين، يعني سيد مكمل لجميع مديرين الكره اللي احنا اتكلمنا عليهم. والجانب ده احمد بينجح بشكل كبير جدا الجانب الفني، انك انت بتسهل لي كل الامور الاداريه اللي من خلالها بيبدا الجانب الفني يقوم بالدور بتاعه. مستر موسيماني من الجانب الفني انا شايف انه قطع مشوار كبير جدا ومشقه كبير جدا بعد ما قفل ملف الدوري العام. طيب انا هقف عند النقطه دي وهرجع، لانه في يمكن اكثر من حاجه كمان مرتبطه بكاس عالم الانديه ومشوار الاهلي مع الانديه الالمانيه فيها تفاصيل كتير، وانت شخصيا يمكن ليك حكايات كتيره جدا منها ما ننساش هنتكلم عليها بالتفصيل، قصه الاهلي ومونشن جلادباخ وايه حكايه المباراه دي مع كابتن ماهر همام. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. يمكن زي ما كان كابتن ماهر بيكلمني في وقت الفاصل ان البطوله دي كشفت كتير من النواحي الايجابيه في قدره النادي الاهلي على التحضير للماتشات الكبيره، خصوصا لما تكون بتتكلم على بطوله مجمعه هتقابل فيها ابطال، يعني كل فرق اللي انت بتقابلهم دول ابطال معيار تقيل، وكل واحد عنده طموح مشروع وعنده حافز وحافز ورغبه في انه يحصل على لقب البطوله، بالتالي الماتشات اللي من النوع ده وبهذا يعني بهذه المتتاليه السريعه جدا بتتكلم على كل 3 ايام ماتش، محتاجه اعداد من نوع جيد جدا، مش بس لفرقتك لكن كمان فيما يتعلق بدراسه الخصوم والتحضير لكيفيه مواجهتهم. اهلا بيك كابتن ماهر مره ثانيه، ويمكن احنا كنا بندردش في النقطه دي كابتن ماهر، وشايف ان واحد من اهم النجاحات اللي قدر النادي الاهلي او المكتسبات اللي قدر النادي الاهلي يكسبها من وراء المشاركه في بطوله العالم للانديه هي فكره التحضير وقراءه الخصم ودراسه نقاط الضعف والقوه فيه عشان تقدر تشتغل عليها. انا بحييهم يا احمد بصراحه والجهاز الفني مستر موسيماني وتحليل الاداء الفني اللي اتعمل في الثلاث مباريات على اعلى مستوى، وده المذاكره اللي احنا بنقولها ذاكرنا قبل المباراه لان احنا الثلاث فرق ما نعرفش عنهم حاجه، يعني بايرن ميونخ يمكن هو ده الوحيد اللي معروف بالنسبه للعالم كله يعني، لكن الفرقتين الدحيل كانت برضك يمكن مش معروفه بالنسبه لنا، بيرماس نفس الكلام مش معروفه بالنسبه لنا، لكن تحليل الاداء وده العنصر يا احمد اللي طلعنا الايجابي اللي طلعنا بيه من خلال هذه البطوله، واضح قوي ان كانت كل مباراه ليها تحليلها الفني من خلال قوه الضعف من خلال الايجابيات اللي موجوده عليها الخصم طريقه اللعب اللعبه المميزه كل الحاجات دي
الجهاز الفني ذاكرها بشكل كبير جدا الاول، وبعدين بدا ينقلها للاعبين، فكل ده بيعتبر من الاعداد الذهني القوي جدا في هذه البطوله. ومنها يمكن اهم نقطه حته ان احنا من ضمن المباراه الاخيره مع بيرماس كنا عايزين نوصل للهدف اللي احنا بنسعى ليه وهو الفوز من المباراه. فالسيناريو اللي اتعمل من خلال 90 دقيقه انك انت ممكن تروح لضربات الترجيح. أيوه. ضربات الجزاء. والله كنت اقرب كابتن ماهر بالزبط. يعني انت يعني احنا فرص ضاعت في كورتين بالنسبة كره سلاية في الشوط الاولاني وكره سلاية اللي تبعها كنت خلصنا بدري. لكن وصولنا لضربات الجزاء انك انت تجهز حراسك الاربعه للضربات دي طبعا حاجه كبيره جدا. والشناوي بخبرته قدر ان هو يتابع من خلال الاعداد الذهني ان يشوف الفرقه دي بتلعب ازاي ضربات الجزاء وانه يركز بشكل كبير. ده كان نجاح كبير جدا طبعا. بالنسبه للشناوي وبالنسبه للاعداد الفني لهذه المباراه الثلاثه. وعنصر من ضمن العناصر كلنا استفدنا منها احمد، صحيح. يعني اللي في قطر استفاد منها واللي في خارج قطر استفاد منها. فانا شايف ان حصل تطوير بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي من ناحيه الاعداد الفني المهاري الجميل اللي بيساعد مستر موسيماني بشكل كبير جدا في ان هو يوصل للهدف اللي هو بيسعى ليه. فانا بحيي المنظومه ككل في هذا الانجاز، وعلى راسهم طبعا جمهور النادي الاهلي اللي شرفنا في قطر، وطبعا ال 70 مليون اللي كانوا في مصر بيشجعوا النادي الاهلي وبيساندوه بشكل كبير. طب كده انا اقول بقلب جامد بقى ان مستر موسيماني والجهاز الفني بيتابع السادسه، لان احنا الحقيقه يمكن فككنا الفرقه دي. احنا قبل المواجهات الكبرى دايما في السادسه بنبقى مهتمين جدا بان احنا نقدم كل المعلومات والنقاط القوه ونقاط الضعف الخاصه بالفرقه اللي بيواجهها النادي الاهلي. ودي انا بحييكم احنا لينا دور في طبعا بحييكم بشكل انجاز انك انت يعني علمت الناس بشكل كبير وفهمت الناس ايه اللي ممكن يحصل من خلال المباريات الثلاثه. وده بردك يعني حاجه بنحييكم ونحيي البرنامج وبنحيي المحللين اللي جم كمان وقدروا ان هم يوصلونا لنقط كثيره جدا فنيه من خلال ازاي نقدر نتفوق على الفرقه ديت. وده الجديد بقى في عالم كره القدم. نتمنى طبعا ان شاء الله من خلال هذا العلم ان احنا نوصل للعالميه ان شاء الله ونوصل للبطوله دي. بمناسبه العالميه كابتن ماهر، بمناسبه لقاءات الاهلي مع الفرق الكبيره، واحنا يمكن حتى بمناسبه مواجهه البايرن كنا في اكتر من مناسبه اتكلمنا على تاريخ مواجهات الاهلي خصوصا مع الفرق الالمانيه. احنا عارفين ان الاهلي عموما قابل كبار اوروبا وقابل اكبر انديه في البرازيل على مدار يعني تاريخ طويل جدا، لكن احنا عندنا قصه كده لطيفه عن ماتش مونشن جلادباخ. كنت انت لعيب صغير تقريبا في التوقيت ده، وكان حسب معلوماتنا مش عارف تاكدها لنا ولا تنفيها انه كابتن مصطفى يونس اتاخر تقريبا على التمرين، فمستر هيديكوتي طلب انك انت او بلغك انك انت هتشارك في المباراه مونشن جلادباخ، واحد كان من اكبر انديه المانيا في التوقيت ده. احكي لنا القصه. واعتقد انه كابتن حسن حمدي كان ليه موقف برده معاك في الموضوع ده. طبعا السته الكبار يا احمد وقتها نجومنا طبعا اللي موجودين منهم الكابتن حسن حمدي والكابتن مصطفى يونس والكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبده صفوت عبد الحليم الله يرحمه. السته الكبار دول بيبقى ليهم دور كبير جدا. انت اول ما مستر هيديكوتي بس بلغك الاول يا حسيت بايه؟ احساسك كان ايه؟ فرحان، متشجع، عايز، أنا خايف، أنا في رهبه، في رعب، في خوف؟ انا كنت طالع بطلع طبعا اكمل الرباعي الجبار دوت احمد عبد الباقي ومصطفى يونس وحسن حمدي وفتحي مبروك، وكنت باحتياطي ليهم. ايوه، واخد بالك؟ اي حاجه بتحصل اكمل انا اخش انا. فكان وقتها يوم الاربعاء اللي هي التمرين الاساسيه. طبعا الكابتن مصطفى يونس كان عنده ظروف اتاخر عن التمرين. فطبعا مستر هيديكوتي كان قوي الشخصيه وقتها ومن المدربين العظام اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، فاعلن ان انا هلعب المباراه، هبدا المباراه من اولها. فطبعا كان صعب جدا يا احمد ان انا العب مباراه مونشن جلادباخ بطل اوروبا وجاي كسبان الزمالك قبليها بثلاث اربع ايام هنا 2-1 واحنا اللقاء الثاني. يوم الخميس مسؤولية تقيلة قوي، تمرينة خفيفة، بعدين الجمعة المباراة بقى. طبعا احنا لما رحنا المباراة الساعة 1 بنبقى موجودين قبل المباراة الساعة 3، كان في 130 ألف متفرج يا احمد خارج الملعب. خارج الملعب ده غير اللي جوه، و130 ألف جوه الملعب. فطبعا مصر كلها رايحة في شكوك المباراة تذاع او ما تذاعش. الامن طلب بالميكروفونات، طلب من الجماهير ان هي اللي بره يعني تروح المباراة هتذاع الساعة 3. صعب جدا طبعا وانت بتسخن في وسط 130 ألف متفرج وهتلعب مع بطل أوروبا. طبعا أنا صغير وقتها، عايز أقول لك العامل النفسي
بيأثر جدا طبعا. لكنك انت شايل كياس رمل على جسمك كله مشدود مش قادر يعني. فطبعا كابتن حسن حمدي بصفته كابتن الفرقه وله دور كبير جدا، خدني على جنب كده واحنا بنسخن قال لي النهارده ان شاء الله انت هتبقى نجم المباراه. انت النهارده هتبقى يعني مكسبنا من هذه المباراه. اداني كلمتين ثقه طبعا، واحنا حواليك هنغطي عليك ما تقلقش. أيوه. العب لعبك ده سبحان الله ده طبعاً. هو ده كابتن الفريق، دور بقى دور الكباتن الكبار. وفعلا ده اللي حصل يعني. لعبت ماتش حلو كابتن، لعبت المباراه من يعني من اميز المباريات اللي في حياتي. الرهبه راحت اول ما الماتش ابتدى ده بعد ربع ساعه. بعد ربع ساعه ربع ساعه اللي هي اخطر ربع ساعه طبعا في كل مباراه. بعد ربع ساعه خلاص بدات بقى فك الكلام التشجيع اللي حواليا. فتحي بيشجع. ايوه. كابتن حسن بيشجع. احمد عباية بيشجع. اكرامي من ورايا بيشجع. فطبعا خلاص اتلمت العمليه. والله اللي حضرتك بتقوله ده انا كنت بتكلم فيه بعد ماتش بالميراس، وكنت بقول انه يعني البرونزيه مهمه جدا، انك انت تشارك في البطوله لسادس مره برده شيء عظيم جدا جدا، لكن انا بشوف واحد من اهم المكاسب هي فكره ان الاولاد بتوعنا ياخدوا يوصلوا للحاله المعنويه. انا على فكره لعبت بالميراس وكسبته، ولعبت وقفت قدام البايرن واديت ماتش على مستوى عالي جدا. الماتشات دي بتدي ثقه وبتدي بترفع من الحاله المعنويه لجيل بيتهيألي في معظمه صغير يعني. بالظبط. بالمناسبه ماتش مونشن جلادباخ، انا كنت شفت يعني مش عارف لو يعرضوه ولا لا. هي دي نفس العنوان طبعا. بطل المانيا جلادباخ قدام الاهلي ده. وبالمناسبه انا يمكن معلوماتي انه مدرب مونشن جلادباخ ورئيس النادي أيوة. كانوا طلبوا احتراف كابتن خطيب بالزبط. في نفس ليله المباراه كابتن صالح سليم طلبوا منه انه اللاعب رقم 10 يعني زي ما طلبوا احنا عايزينه معانا في مونشن جلادباخ. فعلا من ضمن الحاجات يمكن المعلومه اللي ممكن ناس كثيره جدا ما تعرفهاش ان الكابتن محمود الخطيب كان نجم المباراه في هذه المباراه. فاحنا بعد المباراه طبعا كان في عشاء بالنسبه للفرقتين في النادي. رئيس النادي مونشن جلادباخ طلب من الكابتن صالح سليم احتراف الكابتن محمود الخطيب في المانيا. ودي كانت مفاجاه بالنسبه لنا يعني. احنا موضوع الاحتراف بالنسبه لنا يعني ما عندناش علم بيه يعني. فكانت طبعا يعني لفته جميله جدا. أيوه. اديتنا ثقه كلنا. تصريح طبعا من كابتن خطيب ساعتها في التوقيت ده انه يعني مش هلعب غير للاهلي حتى لو دفعوا مليون جنيه. مليون جنيه يا بيبو ايه؟ مليون جنيه ايه؟ مليون جنيه ايه؟ طبعا مليون جنيه في التوقيت ده كان اكيد طبعا رقم طبعا حاجه طبعًا كبيره يعني. انا عايز اقول لك يا احمد ان كانت مكافاه المباراه دي 80 جنيه. فانا اشوف 80 من مليون يعني انت بتتكلم. أيوة. مكافاه المباراه لكل لعيب 80 جنيه. السنه اللي بعديها كانت بايرن ميونخ 77 كانت مكافاه المباراه 150 جنيه. فالنهارده طبعا الخطيب لما يتعرض يعني قيمه الكابتن محمود الخطيب في هذا الوقت، الناس كانت مستعده تدفع مليون جنيه. مليون جنيه دي يعني رقم كبير جدا. صحيح ما كانش في بطولات عالم في التوقيت ده. يعني احنا السنه دي ال 20 سنه الاخيره ابتدينا نعرف يعني ايه بطوله عالم انديه ويعني ايه مشاركات الاهلي. طبعا مفيش غير نادي الاهلي بس هو من مصر اللي بيشارك في بطولات العالم، فالجمهور اتعود على فكره انه الاهلي في بطوله في مونديال الانديه. ده بقى شيء طبيعي. على ايامكم انتوا ما كانش فيه ده، ولكن انا حتى شايف من تصريحات المدير الفني لمونشن جلادباخ احنا لعبنا ريال وكسبناه، لعبنا برشلونه، لعبنا روما، لعبنا بايرن ميونخ مش اول لقاء نقابله، لعبنا سانتوس وانترناسيونالي وبالميراس وكورنسيانس، ولعبنا كل الابطال في العالم كله. من الواضح انه حتى على ايامكم كابتن ماهر انه الفوارق ما كانتش، بالعكس يعني انا شايف انه انت بتلعب بطل اوروبا وبطل المانيا وقادر تقدم مباراه قويه جدا وقادر تفوز عليه. فيعني الموضوع ده من كل الاجيال، مش بس الاجيال الاخيره اللي شاركت في مونديالات يعني. لا، وهو دي ثقه جيل السبعينات يا احمد يعني. خد بالك يعني معظمهم النهارده الخطيب كابتن محمود الخطيب لما يجي له مليون سنه 76، النهارده الكابتن محمود الخطيب موجود مع الجيل ده هتدفع كام؟ مليار يعني. بالظبط. ايوه. فشوف النسبه والتناسب عامله ازاي. طبعا. فانا عايز اقول لك ان فعلا احنا كان عندنا نوع من الشجاعه ونوع من الجراه انك انت بتلعب بطل اوروبا اذا كان مونشن جلادباخ او بايرن ميونخ بعديها بسنه بتكسبه 2-1. وانا كان ليا الشرف العب على مولر وقتها كان هداف المانيا، منتخب المانيا وهداف كاس العالم. فعايز اقول لك الاستفاده يا احمد اللي احنا استفدناها من اللقاءات دي استفاده كبيره جدا، من ناحيه التحرك، من ناحيه التكتيك، من ناحيه المهاره، من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه خلق المساحه. الجمل التكتيكيه اللي احنا شفناها في المباريات دي علمتنا بعد كده، خلتنا
بعد كده نزيد ونتفوق وبدأنا نجني البطولات بهذا الشكل. وعايز ارجع تاني اقول لك ان النجيل ده استفاد من الثلاث لقاءات بشكل كبير جدا هو الجهاز الفني بدك من ناحيه الخطط، من ناحيه التحرك، من ناحيه السرعه. أيوة. من ناحيه المهاره، من ناحيه كل الجوانب الفنيه او الاداريه للاعبتنا اللي موجودين في هذا الجيل استفادوا بشكل كبير جدا من الثلاث لقاءات. في لعيبه قدمت للجمهور، يعني مساك من الجهاز والاداره انا بتكلم الجمهور، قدمت اوراق اعتمادها او اعاده اكتشاف نفسها من اول وجديد. يعني بشوف مثلا لعيب زي طاهر، انا بيتهيألي في البطوله دي مشاركته في الماتشات قدمت للنادي الاهلي امكانيات، لجمهور الاهلي امكانيات طاهر محمد طاهر محمد هاني بالزبط. في ماتش البايرن يعني انا مش عايز اقول لك احنا بنعمل استفتاء كده جمهور كل مباراه افضل ثلاث لاعبين، محمد هاني كان اكتساح في ماتش بايرن ميونخ حاجه جميله. حمدي فتحي كل اللعيبه بصراحه انا مش انا بقول لك بس مش عايزين ننسى حد لا هم كل اللعيبه اجادد بصراحه ما شفناش. تاكد يا احمد ان الاستفاده دي هتبان على اول مباراه لينا المريخ في بطولة أندية أبطال الدوري. طيب خدتني للمريخ أتكلم معاك عن المريخ بقى. أنا بشوف أنه اللعيبة طالعة من البطولة دي مجهدة، وخصوصا أنه هي خلصت الموسم الأخير بالثلاثية، دخلت في مشوار دوري وخلصت مشوار دوري، راحت لعبت في أسبوع واحد ثلاث نهائيات، يعني الثلاث ماتشات اللي احنا لعبناهم يعتبروا ثلاث نهائيات بالزبط. راجعين عشان أقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدوا مشوار البطولة الدوري أبطال أفريقيا، ومفيش هم راحة يومين وتبتدي ترجع تخش فورمة مرة تانية عشان تجهز لماتش المريخ. عندي هنا من وجهة نظري سؤالين لحضرتك. الجزء الأول إزاي اتعامل مع ده بدنيا، إزاي الفرقة أقدر أحافظ عليها من الإصابات وأقدر أخد منهم أعلى مردود بدني في بداية مشوار طويل، وأنا هتكلم على الطول ده في نقطة تانية في سؤال تاني. والجزء التاني إيجاد الحافز الناحية النفسية، اللعيبة يعني اي لعيب في النادي الاهلي كان الله في عونه، لانه البطولات بالنسبه له ده العادي والطبيعي. يعني في لعيب تاني ممكن كل 10 سنين تلاقيه بياخد بطوله، لكن ده لعيب كل شهر تقريبا بالزبط. بيتم تكريمه وتتويجه. ازاي اقدر اخلق عنده حافز ودوافع انه يلا عايزين نجيب البطوله العشر؟ ما هو بدني ونفسي طبعا. عايز اقول لك يا احمد نفسيا انك انت موجود في نادي القاره نادي البطولات، هو ده البطل، كل شغله عشان يحصد البطولات، ويعني الفرحه بتاعته بتبقى قليله جدا. يعني اللعيبه ديت 24 ساعه 48 ساعه وبعدين بيقفل خلاص وانتهت القصه خلاص احنا يعني فرحنا وانبسطنا وحققنا الانجاز وشكرا رايحين لمرحله تانية ومرحله مهمه جدا لتاريخه. ما هو انت النهارده اللعيب ده بيبدا يحفر اسمه وتاريخه في النادي الاهلي عن طريق البطولات، عن طريق الاشتراكات اللي هو بيشتركها بصفه اساسيه. فالنهارده طبعا انا مشفق عليهم، يعني الحاله البدنيه في الثلاث بطولات دي حمل اقصى في منتهى الصعوبه. يعني زي ما انت قلت وتفضلت ان بطولات بالنسبه له كل المباراه في الثلاثه بطولة اذا كان بطل اسيا او بطل اوروبا او بطل امريكا اللاتينيه فدي ثلاث بطولات النادي الاهلي شارك فيها والحمد لله قدر يتفوق فيها. فالنهارده احنا داخلين في بطوله عشرة بالنسبه له، بطوله افريقيه يعني حلم من الاحلام اللي احنا كنا بنحلم بيها، فالحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نحصل عليها العام الماضي. السنه دي تركيزنا كمان عايزين نحصل عليها عشان احنا عندنا اهداف تانية كمان، ان احنا مش عايزين المركز الثالث، احنا في تطلعات للمركز الثاني المونديال الاول بالظبط بالنسبه للمونديال. انت عارف انه بالورقه والقلم الاهلي لو كان القرعه وقعته في طريق اولسان بطل كوريا كان ممكن جدا بالزبط. يكون بيلعب نهائي بالظبط. انت نفس النتائج اللي حققتها في البطوله دي هو اللي حققها فريق تيجراس المكسيكي اللي وصل او اللي خد الميداليه الفضيه. هو كسب اولسان الكوري، انت كسبت الدحيل، هو كسب بالميراس، انت كسبت بالميراس، هو اتغلب من البايرن وانت اتغلبت من البايرن. فانت على مستوى الارقام تقريبا الفرق الوحيد بينك وبينه ان هو وقع في قبل النهائي مع بالميراس وانت وقعت مع البايرن، وده اللي سهل له الطريق للوصول للنهائي. لكن انت كان ممكن جدا تكون انت تلعب نهائي موجود في النهائي حقيقي. فطبيعي انه يكون طموح مشروع النسخه اللي جايه ان شاء طبعا الله. طبعا طبعا. وبعدين ان شاء الله احنا هنبدا بالمريخ، يعني احنا برضك المريخ من الانديه السودانيه ليها باع كبير جدا هي والهلال زي الاهلي والزمالك. أيوه. تاريخ المريخ معروف للكره السودانيه والكره الافريقيه،
يهمه طبعا ان هو النهارده بيلعب قدام نادي القرن، بيلعب قدام ثالث العالم. فالعمليه في منتهى الصعوبه. ثالث العالم دي بتهيالي تخلق عنده هو حافز اكبر، يعني 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 هو اذا كان عنده رغبه في انه يعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي عشان يبتدي مشوار البطوله بشكل كويس، فبالتاكيد عنده رغبه اكتر انه يعمل عرض قوي امام ثالث العالم عشان يقول انا فريق عندي القدره ان انا انافس وان انا بسعى بجد لتحقيق البطوله. اكيد طبعا يا احمد، هو برضك يعني شعور بالنسبه له بيلعب ضد النادي الاهلي زي ما انت قلت ثالث العالم وبطل افريقيا، ده بيديله دوافع كمان اكتر من الدوافع اللي موجوده عنده ان هو يعمل مباراه جيده قدام النادي الاهلي. برضك من تاريخ المريخ كده ان هو كسب الدوري عنده 22 مره وكسب الكاس عنده 25 مره، يعني هو بيحقق شخصيه البطل بالظبط، فريق عنده شخصيه عنده البطل، عنده شخصيه البطل. وسنه 89 كسب ابطال الكؤوس الافريقيه، يعني هو برضك واخد بطوله افريقيه سنه 89. لا فريق كبير، مش من وجهه نظرك هو الاقوى في المجموعه مع النادي الاهلي، يعني هو المنافس الحقيقي للنادي الاهلي، ولا بتشوف ترتيب المجموعه ازاي من حيث القوة؟ والله يا احمد انا شايف ان هو اقوى جماهيريا، ان هو عنده جماهير. يعني الثلاث فرق بتهيألي كابتن ماهر عندهم جماهير، الثلاثه بالظبط كده. يعني انا عايز اجي لك حتى على البطل فيتا كلاب عنده برضه جماهير، سيمبا عندها، التنزانيا عندها جماهير، فاحنا هنقابل ثلاث فرق عندهم جماهير وشعبيه بشكل كبير. هي الماتشات بس هتتلعب من غير جماهير، مهم ان احنا نقول ده. يعني بس يعني احنا بنتكلم على ان دي فرق جماهيريه طبعاً. والفريق الجماهيري حتى لو المدرجات فاضيه عنده ضغط، عنده بالزبط. حافز، عنده رغبه في انه يعني، بس انا بنفهم الناس انه البطوله حتى اللحظه بدون حضور جماهيري. فانا عايز اقول ان احنا بدايه البطوله بالنسبه لنا مع المريخ، الثلاث فرق كلهم ليهم باع كبير جدا وليهم شعبيه كبيره، ومفيش مجموعه بقت ضعيفه ومجموعه متوسطه ومجموعه قويه، كل المجاميع هنقابل خصم قوي جدا في بدايه هذه البطوله. عايز اقول لك انه عنده بردك تطعيم لبعض اللعيبه المحترفين الافارقه، دعم نفسه خلال الفتره الماضيه، عنده لعيب، عنده اثنين مدافعين من نيجيريا وبعض المدافع باك من باكات من الكاميرون، وعنده لعيبه في وسط الملعب من اوغندا. يعني بردك دعم نفسه المريخ، عارف ان هو رايح لمجموعه قويه، هم حوالي 26 لعيب وصلوا امس جايين قبل المباراه يمكن بثلاث اربع ايام برضك عشان يتعودوا على الاجواء. بالنسبه لمصر الجو هناك في السودان بيختلف عن الجو في مصر، يعني هم مستعدين استعداد انا شايفه طبيعي. البطوله بشكل عام كابتن ماهر تسمح لي قبل ما يعني هكمل معاك في الاهلي والمريخ، لكن تعرف طبعا احنا ماتش الاهلي والمريخ ده تاجل عشان مشاركه الاهلي في المونديال. معظم الجولات او الماتشات اللي اتلعبت في الجوله الاولى نتائجها بتقول ان البطوله السنه دي صعبه، وانه كل الفرق في حاله تحفز، وكل الفرق يمكن يعني حتى الفرق اللي لعبت على ملعبها في الجوله الاولى ما قدرتش تحقق نتائج مريحه، وبتكلم على الفرق كبيره يعني. فبالتالي هل بتشوف ان البطوله السنه دي صعبه بشكل عام؟ هل بتشوف انه المنافسه فيها تبقى اشرس بكتير من النسخه السابقه؟ والله احمد هي كل سنه واضح قوي ان هي يعني بتزيد صعوبه والفرق بتبدا تدعم نفسها بشكل كبير جدا من لعيبه محترفين اذا كانوا من افريقيا او من شمال افريقيا، فده واضح ان احنا السنه دي هنقابل بطوله قويه. حتى الفرقتين اللي موجودين معانا تعادلوا، فيتا كلاب وسيمبا اتعادلوا قبل اللقاء الاهلي. فواضح ان يعني هتبقى المنافسه قويه، وده اللي بيخلينا احنا كمان بنحترم الفرقه دي يا احمد. دي ميزه النادي الاهلي بصراحه ولاعبتنا، انك انت بتحترم الفرق، واحترامك للفرقه ده بيخليك تقدر تحط ايدك على المكسب، يحط ايدك على الاداء الجيد. فانا شايف ان مستر موسيماني خلال مباراه المريخ اكيد هيبقى في تدوير لبعض اللعيبه، انا شايف هيبقى في شفافيه وعداله من الجهاز ان يبدا يشرق بعض اللعيبه في خلال هذه المباراه. ايوه نتيجه الاجهاد اللي حصل، فكره التدوير هنا
مفروضة عليك مجبر عليها، ولا رفاهية محتاج تلجأ ليها في وقت من الأوقات؟ لا بيبقى يعني هو التدوير يعني من ضمن الاستراتيجية اللي بيلجأ ليها المدير الفني يعني في سبيل انه يريح بعض اللعيبه اللي هو حاسس بجد يعني معلول من ضمن اللعيبه اللي حاسه بجهاد بشكل كبير يعني طبعا بصراحه يعني، ويمكن مباراه بايرن ميونخ حسينا بالعضله، حاسس بالعضله الخلفيه اثرت بشكل كبير عليه معلول اسبوعين معاه عبارة. لكن عايز اقول لك ان صلاح محسن للاسف النهارده صلاح محسن كمان يمكن اتصاب هيفضل حوالي يمكن 10 أيام موجود، لكن ده ما يمنحش يا احمد ان احنا عندنا بصراحه مش عايز اقول بدلاء عندنا لعيبه جاهزه 25 لعيب اي حد بيطلب ان هو يخش جاهز. بيأدي بشكل كبير، وده مثل التدوير ان انت معاك لعيبه الحمد لله رب العالمين على اعلى مستوى بيساعدوك بشكل كبير جدا على اي طريقه انت بتفكر تلعب بيها. يعني احنا حتى في بطوله العالم للانديه لعبنا بكذا طريقه 4-2-3-1 التقليديه بالنسبه لنا ولجأنا بعد كده لطريقه 4-3-3 في بعض المباريات، فلعبت النادي الاهلي الحمد لله جاهزه بدنيا وفنيا وتكتيكيا على اعلى مستوى، وزي ما قلت لك بتساعد اي مدرب ان هو ينجح، بتساعد اي مدرب عنده طريقه انه يقدر ينجحها له. فطبعا احنا انا شايف ان معلول من ضمن الناس اللي اكيد هيفكر فيها مستر موسيماني انه يريحه، زي ما انت تفضلت حضرتك قلت صلاح محسن يمكن يبعد 10 أيام، لكن الباقي كله موجود وجاهز ان شاء الله. صحيح. والفتره اللي جايه يمكن يعني، ودي من الاخبار الساره ان شاء الله تكتمل على خير ويرجعوا بالسلامه، انه شهر مارس هيخش معانا يعني ان شاء الله. عرفت يعني معلوماتنا بتقول محمد محمود ابتدى تمرينات جري، نيدفيد بيجهز، يعني دول اعتقد هيكونوا اضافه كبيره كمان للفريق في الفتره اللي جايه. اجايه دخل وخد في ماتش بالميراس، وبالتالي الحمد لله اللي كانوا بعاد بقالهم فتره طويله ان شاء الله يبقوا جاهزين في بدايه مشوار البطولات الموسم ده. وما ننساش عندنا لسه سوبر مصري وسوبر افريقي كمان هنبقى محتاجين السكواد كامله. كره موسيماني من وجهه نظر حضرتك يعني الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه وضحت بصماته ولا محتاج ياخد وقت كمان؟ الراجل يعني من ساعه ما جه وهو من بطوله لبطوله لبطوله لبطوله، هل شايف انه يعني خد مساحه، خد الوقت الكافي انه يقدم فكره وبصماته تظهر على الفريق، ولا لسه كمان محتاج وقت؟ لا يعني انا شايف ان موسيماني في الفتره اللي فاتت دي كلها يمكن 10 مباريات بصراحه اداء متزن بشكل كبير جدا من الناحيه الخططيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه. حصوله على المركز الثالث بيعتبر بطوله بالنسبه له بيبتدي بيها الموسم من اوله. هو مستر موسيماني عايز يوصلنا للكورة الجميلة الحديثة اللي هي فيها البساط يا أحمد، اللي فيها التسليم والتسلم بشكل كبير جدا، عدد البساط تزيد عن 12-13-14-15 باصة، ودي اللي كان بيعملها مستر مانويل جوزيه مع جيل أبو تريكا. وبعدين تبقى لك الثغرة اللي أقدر أخش من خلالها أحرز فيها هدف. فواضح أن مستر موسيماني لسه عنده عنده من التكتيك، عنده من الخبره، عنده من الدوافع، لان احنا كمان خد بالك دوافعنا كتيره وما بنشبعش الحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي ربنا يسترها معانا يعني. فمستر موسيماني داخل المنظومه دي خلاص، فاحنا جبناه للشخصيه القويه، جبناه لصاحب الانجازات، جبناه للبطولات. فهو ما شاء الله يعني عايش ومتعايش الجزئيه دي وحابب. افضل مباراه شفت فكره او طريقته او بصمته واضحه فيها من وجهه نظرك في مونديال الانديه على وجه التحديد؟ يعني شفت كره الاهلي ممتعه مبهجه في ماتش بالميراس اكتر، ماتش الدحيل اكتر. انا استبعد طبعا البايرن ماتش استثنائي، لكن اكتر ماتش عجبك للاهلي في بطوله العالم؟ يعني الشوط الاولاني من الدحيل كان واضح قوي ان احنا لينا سيطره ويمكن الهدف الثاني بتاع بويلا انا شايف انه جول وانا كان ساعدنا بشكل كبير جدا يعني. ايوه عايز اقول للمباراه النهائيه يعني قدرنا نلعب فيها بكذا اسلوب كذا طريقه عشان توصل للهدف لضربات الترجيح، لكن يعني كان عندنا ممكن يكون فرصه او فرصتين كانت ممكن تخلص لنا المباراه. فانا شايف ان المباراه الاخيره بردك مجملها يعني ادائنا كان فيه اداء مميز يعني. مين اهم لاعب لفت نظرك في مونديال الانديه؟
يعني انا هتكلم على لعبتنا، لان لعبتنا الحمد لله كان في اكتر من لاعب. الشناوي بيعتبر انا شايفه رجل الثلاث مباريات، يعني الشناوي من افضل اللعيبه وحراس المرمى اللي موجودين في الدوره. تمام. خط الظهر يعني انا شايف معلول وايمن من ضمن الناس اللي كانوا مميزين بشكل كبير جدا في خط ظهر النادي الاهلي. نص الملعب كان يمكن حمدي فتحي كمان مكمل ليهم بشكل. طاهر يعني كمان من ضمن الحاجات الجميله جدا ان احنا طاهر مبشر جدا بصراحه جداً. الفتره اللي جايه. وعايز اقول لك يا احمد معلومه على طاهر. طاهر كان من وهو في المقاولين العرب كان في الاجازه والده بياخده ويسافر بيه اوروبا. بيحضر معايشات هناك مع بعض الفرق. هو لعب اعتقد في فرنسا في فتره من الفترات كده. لعب شويه يعني هناك. يعني فدي برضك من ضمن الحاجات حسستك ان طاهر يعني لعيب اوروبي. أيوة. يعني لعيب شكله وستايله وقوته وادائه سرعته ومهارته. فمبشر ان شاء الله يبقى عنده احتراف احتراف خارجي. انا شايف ان طاهر بيستعد للقصه دي زي الشناوي يعني. صحيح. يعني عندك عناصر تقدر تحترف. مفيش نجم جه النادي الاهلي وادى بنسبه 100% كل ما عنده. بيحتاج وقت بالزبط. عشان يتاقلم مع الفرقه، وبيحتاج وقت عشان يتعلم الشغل في الاهلي عامل ازاي، ويشرب من ثقافه الجماهير بتاعته لغايه لما يوصل. كل النجوم عودون على كده يعني. كل النجوم اللي ما طلعوش من النادي الاهلي وجم عليه من بره خد وقت. وائل جمعه خد وقت. عصام الحضري خد وقت. مش عايز انسى حد، بس ما حدش. لكن مع الاهلي وصل ان هم بقوا اساطير. مع ابو تريكه من ترسانه لما جه، لكن مع الاهلي وفي مدرسه الاهلي بقوا اساطير للكره المصريه. انا هحكي لك حاجه يا احمد. كنا جايبين وانا مع الجهاز الفني مستر سوبل 95 2000، فكنا جايبين سعيد عبد العزيز من المحله وبيلعبوا تقسيمه، فكان اختيارات حسام ابراهيم سعيد من ضمن فرقته في التقسيمه. فخسر في التقسيمه، فهو ما قدرش يخش اوضه اللبس، شايف فيها هيجان وزعل. واخد بالك؟ فبيسالني بيقول لي مش في التقسيمه. في التقسيمه. فبيقول لي يا كابتن ماهر وحسام وابراهيم زعلانين ليه؟ قلت له يا ابني هم خسروا، هم دول ما بيحبوش يخسروا. فقال لي يا كابتن دي تقسيمه. قلت له لا، ما انت خد بالك التقسيمه زي المباراه. فالنهارده سعيد حس ايه ده؟ هو ده النادي الاهلي. ايوه. يعني انا بخسر في التقسيمه الدنيا. أيوة. ولعت. بل في مباراه بقى. ما لما اخسر في ماتش هعمل ايه؟ ما لما اخسر في بطوله هعمل ايه؟ فانا عايز اقول لك ان اللعيبه اللي جايه دي بيبقى عليها ضغوطات كبيره جدا. ايوه. ده في التقسيمه خسر الدنيا ولعت. تخيل بقى في المباراه. فاللعيبه اللي جايه دي عيني جايه داخله نظام طابور فيه ضبط وانضباط ومبادئ وقيم وانجازات. فلازم تتاقلم وتتاقلم بسرعه. الشاطر فيهم. أيوة. اللي بيتاقلم بسرعه ويبدا يخش في هذه المنظومه. اهم رساله تقولها لهم قبل ما نبتدي مشوار افريقيا يا كابتن ماهر، رساله لعيبه النادي الاهلي؟ يعني انتم شرفتونا بصراحه يعني في 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 قطر، وحصولكم على المركز الثالث انجاز كبير جدا للنادي الاهلي وليكم. يعني فعلا انتم اول مره تلعبوا في بطوله العالم للانديه، لكن فعلا انتوا طلعتوا رجاله حقيقي، وشرفتوا النادي الاهلي وشرفتوا جمهوركم كمان اللي هو يعني كان بيساندكم بشكل كبير جدا، وشرفتوا مجلس ادارتكم وجهازكم الفني. ونتمنى ان شاء الله ان خلاص البطوله العاشره، كل التفكير دلوقتي على البطوله العاشره من بدايه الانطلاقه والستارت المريخ المباراه الجايه ان شاء الله يوم الثلاثاء. حقيقي. انا هضم صوت حضرتك اذا سمحت لي طبعا. اتفضل. وكان حلمي صحيح من اليوم اللي توج فيه النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال في نسختها التاسعه، او في يعني في البطوله التاسعه، وانا كان حلمي جدا انه نحقق البطولة العاشرة كمان، وننفرد بأول تو ديجيتس، يعني أول بأول نادي فاز ببطولة دوري الأبطال 10 مرات. لكن زود من حلاوة الحلم ده هي الرغبة في إن أنا أشوف نفس الجيل ده بيشارك مرة تانية في كأس العالم للأندية، وهيكون معاه عندي طموح أكبر من تحقيق الميدالية البرونزية. وأنا الحقيقة شايف إنه رجالة الأهلي قدها ويستاهلوا الحقيقة. شرفتنا ونورتنا كالعادة كابتن ماهر حمام. بشكرك على وجودك معنا، وبشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله نتقابل مرة تانية في السادسة. تحياتي لحضراتكم.